مرحبا أطفالي الصغار، درسنا اليوم سيكون حول رقم اثنان. رقم اثنان، لا ننسى ذلك. لقد تعرضنا إلى الرقم واحد واليوم سيكون رقم اثنان. أول تمرين هو الكتابة. أنا أعلم أنكم تحبون الكتابة مثلي يا صغار. علينا تطبيق الكتابة لأنها مهمة في دروسنا وفي الاختبارات، فلا تملوا من ذلك. هذا رقم اثنان، هذا رقم اثنان، هذا اثنان بالرقم، وهذه الكلمة اثنان بالحروف. اثنان، انا تو باش نكتب رقم اثنان. رقم اثنان كيما الدائرة، ومن بعد نهبط خط مائل، خط افقي، ونطلع هكا خط صغير. توا باش نبداو نعملو الدائرة متاع خط هذيك متاع اثنان. عملت الدائرة، باش نجي هكا نهبط خط مائل، ومن بعد الخط المائل باش نعمل خط افقي صغير، ومن بعد نطلع هكا شلطة صغيرة، يولي عندي رقم اثنان. لنعيد الكرة، باش نعمل دائرة كيما هكا تعلمناها، بعد نعمل خط مائل، ومن بعد خط افقي، ونطلع هكا خط صغير، وهكا عندي رقم اثنان. مازلت لكم نقطة عليكم بإكمالها. توا باش نكتبوا اثنان بالحروف، باش نكتب اثنان لا ننسى، بمعنى أن لدينا من كل شيء شيئان. اثنان، ما معنى فراشتان، صندوقان، دعسوقتان، من كل شيء اثنان. لقد أكملت كلمة اثنان. عليكم بإتمام الكلمة هنا وهنا. قبل أن نمر إلى التمرين الثاني، علينا بمراجعة الكتابة. سأكتب، لقد تعلمنا ما يكون الرقم الأول يا أطفال هو رقم واحد. هذا رقم واحد، نعمل هكا خط مائل نطلع به لفوق، ومن بعد نعمل خط عمودي نهبط به، ومن بعد نعمل خط افقي هكا. معناتها هذا في رقم واحد، نعمل خط مائل لفوق، ومن بعد نهبط خط عمودي هكا كملنا، ومن بعد نعمل خط افقي صغير. هذا بالنسبه لرقم واحد. بالنسبه لرقم اثنان، توجد لدينا دائره هكذا، دائره، ومن بعد عندي خط مائل، ومن بعد عندي خط افقي، ومن بعد نطلع هكا خط عمودي صغير بالكل. معناتها باش تكون هكا حسب السهم هكا باش نعمل الدائره، ومن بعد باش يولي هكا خط مائل، ومن بعد خط افقي حسب السهم، ونطلع لفوق شويه كما قاعدين تشوفوا، باش نعاود الكره لهنا. هذه الدائره، خط مائل، خط افقي، وخط صغير. ساعيد، انها عباره عن معزوفه. انظروا، دائره، خط مائل، افقي صغير. لنعيد، دائره، مائل، افقي صغير، دائرة، مائل، أفقي صغير. أحسنتم صغاري. الآن سأعيد نعم، سنمر إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين؟ أكمل بكتابة الرقم، ماذا؟ الرقم المطابق للرسم في اللافتة. أكمل بكتابة الرقم المطابق
بالرسمي في اللافتة. شو معناتها؟ معناتها انا باش نعد شنو اللي موجود في وسط المجموعات، وباش نكتب الرقم لهنا في اللافتة الصغيرة. لهنا واحد اثنان، معناتها باش نكتب الرقم اثنان كما تعلمنا دائرة مائل أفقي صغير، كما هكا قاعدين نشوفوا. نمر المجموعة الثانية، واحد اثنان، أحسنتم. نكتب رقم اثنان دائرة مائل أفقي صغير. هذا كم ها رقمه يا أطفال؟ هل هو اثنان؟ وإنما واحد فقط، إنه رقم واحد. أحسنتم صغاري. الآن سنمر إلى الرقم الموالي. الآن سنمر إلى التمرين الموالي. ماذا يقول؟ أربط بسهم بين الرقم والرسم المناسب. لنعيد، أربط بسهم بين الرقم والرسم المناسب، بمعنى سنعد ما هو موجود بهذه المجموعات ثم نربطها بهذان الرقمان، هذا واحد وهذا اثنان. لقد تعرضنا لهذا التمرين فيما سبق. إذن سنعد المجموعة الأولى، واحد اثنان، سأربطها برقم، أحسنتم، اثنان وهو هذا. سأربط المجموعة الأولى باثنان، أحسنتم. لنعد المجموعة الثانية، واحد فقط. إذن المجموعة الثانية بها واحد، سأربط هذه المجموعة برقم واحد. لنرى المجموعة الثالثة، واحد اثنان ثلاثة، بها ثلاثة عناصر. هل أربطها بواحد أم اثنان؟ أكيد لا، لا يوجد لدي رقم ثلاثة، وإنما لدي رقم واحد واثنان. فلننتقل إلى المجموعة الرابعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، بها أربعة عناصر هذه المجموعة. هل يمكنني ربطها برقم واحد أو رقم اثنان؟ طبعا لا يمكنني، بها أربعة عناصر ولا يوجد لدي رقم أربعة، فقط واحد واثنان. فلنمر إلى المجموعة الأخيرة، لنعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هل أربط هذه المجموعة التي تحتوي على خمسة عناصر برقم واحد أم اثنان؟ لا يمكنني، أحسنتم أيها الأطفال، لأن هذه المجموعة بها خمسة عناصر وأنا لدي رقم واحد واثنان فقط، ولا يوجد لدي رقم خمسة. إذن لا أستطيع ربط هذه المجموعة بالرقم واحد أو اثنان. لقد أنهينا درسنا اليوم صغاري، وهو يكون محوره حول رقم اثنان. الآن كل ما علي هو تترككم، لنلتقي في الدرس الموالي. إلى اللقاء أطفالي.